يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الطوائف الضالة التي تعبد الله على جهل، ألا يعذرون على جهلهم لأنهم قد أرادوا الحق فأضلوه؟ أرادوا الحق من أين أرادوا الحق وهم يخالفون الأدلة ويأولونه ويتلاعبون بها؟ لو أنهم عبدوا الله على جهل ولم يبلغهم شيء يمكن يعذرون، ما بلغهم شيء، لكن بلغتهم النصوص فرفضوها، رفضوا الاستدلال بها، فلا يعذرون بهذا. نعم، لكن قد يعذر من قلدهم، من قلدهم يحسب أنهم على حق وهو ما يدري، هذا يعذر بالتقليد. أما أئمتهم الذين ابتكروا هذه الأشياء فإنهم لا يعذرون. نعم.